بشكل ديمقراطي تم انتخاب السيد الرئيس والنواب ديالو كاتب المجلس والنائب ديالو اغلبيه ديال 24 صوت مقابل 10 وامتناع 4 باستثناء في الكاتب ديال المجلس صوتو 11 وامتنعوا 3 على المعارضه. كانت تمنى بهذا المكتب الجديد اننا نحققوا كاع الانتظارات ديال الساكنه ولا جوج الانتظارات ديال الساكنه. كنتمنى ان انا غادي نجاوبوا الساكنه على جميع المشاكل المطروحه آنية وغنبداو فيها من غدا ان شاء الله. والحمد لله بعدا دازت في ظروف عاديه طيبه، تم انتخاب الرئيس والنواب ديالو، واللي تيهم من هذا الشيء كامل هو نخرجوا بنتيجه ايجابيه ويكون عمل دؤوب باش النتيجه تبان للساكنه، سواء استقلال سواء احرار، النتيجه خصها تبان. انتظارات كبيره كينتظرها الساكنه مدينة الجديده من هذا المجلس الجديد، شنو كتقولوا للساكنه من خلال هذا المجلس اللي تم انتخابه؟ هو هذا المجلس انا تنظن باللي المسؤوليه اللي مطروحه على العاتق ديالو تتلزم عليه انه يخدم باش الساكنه تشوف بالملموس تحسن ديال الظروف المعيشيه ديال المدينه، لا مساحات خضراء لا شوارع لا نظافه، جميع النقاط غادي يتم التدارس ديالها في المستقبل القريب ان شاء الله، خاص شويه ديال الصبر ولكن النتائج غتكون ان شاء الله. اولا كنشكركم على العنايه ديالكم بالشان العام ديال المدينه الجديده بالخصوص. حنا اليوم كنتوجوا يعني العمل ديالنا السياسي ديال هذه المحطه ديال الاستحقاقات، وفي اطار التحالف ما بين الاحزاب اللي توافقت باش تكون الاغلبيه، اظن ان هناك طاقات وكفاءات ستكون يعني ستعطي دما جديد للعمل ديال المجلس الجماعي ديال المدينه الجديده. المدينه الجديده الساكنه ديالها تتطلع ل يعني حياه احسن، فضاءات احسن، عناية أحسن، كرامة للجديديين والجديديات. نحن سنسهر ضمن المجموعة على أساس أننا نلبي النداء ديال الساكنة ونقوم بالاجتهادات وبالعمل اللي كينتظروه منا الناس اللي انتخبوا علينا، وكلنا أمل أن الحالة ستتحسن إن شاء الله، وأن المجلس سيعطي ما فيه الكفاية حتى ترضى الساكنة ونكون عند حسن ظنها وحسن ظن الحكومة ديالنا وسيدنا الله ينصره. في هذه المناسبة هذه راه محطة كبيرة وعطات تغيرات وعطات إشارات، الشعب المغربي كيباشر يعني الواجب الوطني ديالو في الاستحقاقات، وما لنا إلا أن نلبي نداء الجديديات والجديديين، ونحن كلنا طاقات باش نتعاونوا على اساس انجاح هاد الخمس سنوات ان شاء الله. شنو هي الرساله ديال الساكنه؟ الساكنه حنا كنمشيو مع الساكنه، لان الساكنه عبرت باصواتها الجمال بالربيعه وعطاته الاغلبيه، وحنا معه، لانه حنا خصنا نتبعوا المواطنين، المواطنين مع جمال بالربيعة. التطلعات ديال الساكنه على المدينه على الحال المدينه هاد الايامات قريبا كاين اصلاحات، عده اصلاحات، وتحلوا لوفرتور دو بلي تاع جميع المشاكل اللي المشاريع اللي عويصه راه تحلت، ودابا غادي يشرع فيها ان شاء الله، ملي يسر العمل ديالو غادي يبدا فيها. في البدايه كنشكروا الساكنه الجديده اللي عطاتنا الثقه ديالها وحصلنا على المرتبه الاولى. ثانيا حنا سوف نقوم ان شاء الله بجهد كبير، كيف كتعرف انه راه عندنا واحد الصفقه دابا اللي فيها 6 شوارع اللي ان شاء الله كنتمناو غتشرع العمل ديالها من لواحد الاسبوع او 10 ايام. ولكن اللي نبغي نوصل للساكنه اننا غنقوموا بمجهود كبير، وغادي ان شاء الله نبحثوا على المداخل لمصلحه الجماعه، و
وكون اكيد اننا سوف تكون التنميه ديالها ان شاء الله كثير كثير كبيره 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 ان شاء الله. كثير مسؤول المدينه الناس كتطلع الجديد فيها منها تهيئه تصميم تهيئه كتنتظر المدينه النقل الحضاري اللي الناس كاين استياء الاناره العموميه اللي مجموعه من الشوارع اللي كتعيش قلبها وكذا المرافق الصحيه ما كايناش المراحل العموميه على مستوى المدينه شنو التصور ديالكم؟ لا انا بس نكون معك بالنسبه الإنارة احنا قبل في اواخر المجلس السابق كنا حطينا واحد الدراسة اللي درناها وهي الان عند وزارة الداخلية على اساس اننا غنغيروا جميع المصابيح ديال المدينة الجديدة وهذه الدراسة فيها ما يناهز 130 مليون ديال الدرهم 13 مليار ديال الضوء باش غادي تجهز باش تعود إعادة نظر ديال فهادشي ديال الضوء لأنه أنا بعلم عارف أنه كاينين الأعمدة اللي هنا بجديدة عندهم 40 سنة وما أكثر هذا شيء اللي ولكن كتعرف هادشي ماشي بالسهل يمكنش تحصل عليه بالسهل كتكون دراسات وكيكون خاصك تعمل باش تدخل في شراكة مع مؤسسات ومع هذه بالنسبة النقل الحضاري راه كيف كتعرفوا كاين واحد المجموعه ديال الجماعات اللي هي اللي كتشرف على هذا النقل الحضاري ولكن كنكون حنا عضو فيها وكندافعوا عليها باش ان شاء الله تتحسن ونتمنوا ان شاء الله باش تكون بسم الله الرحمن الرحيم اليوم الجماعه ديال المدينه الجديده عرفت انتخاب ديال رئيس المجلس والنواب ديالو وكذا كاتب المجلس ونائب كاتب المجلس الانتخابات مرت في اجواء عاديه يعني بتطبيق للقانون اللي مهم في هاد التجربه هذه بتواجد قوانين جديده للانتخابات كما كتعرفوا هذه اول تجربه تعيشها المغرب كتجربه جديده بتطبيق القاسم الانتخابي والغاء العتبه كان المشهد يعني شيئا ما خاص جدا كانت صعوبه في يعني في تشكيل اغلبيه لان يجب الاغلبيه اللي تضم تقريبا 8 او 9 احزاب الحمد لله الرئيس نجح بانه يشكل الاغلبيه وبالنسبه لنا احنا كتجمع وطني الاحرار كان واحد الاكراه لان كان 6 ديال المقاعد الحزب حصل على ما يقارب 4000 صوت كان اشكال في المناصب لان في اطار التحالف يلاه تعطاتنا جوج نيابات نيابه لرجل ولامراه كانت تنازلات الكاتب المنسق الاقليمي اقترح لي باش ناخذ النيابه الاولى لكن احتراما للمركز ديالو في الحزب تنازلت على هذا المنصب وتنشكره على الثقه اللي وضع فيا ولكن سوف اكون مع المجموعه حتى ولو من خارج المسؤوليه. اولا كنبغي نشكر من هذا المنبر ديالكم ساكنه مدينه الجديده على الثقه اللي وضعوها فينا في الاتحاد الدستوري وفي عبد ربي واللائحه ديالو واليوم هي تكليف وماشي تشريف اليوم كتبدا المسؤوليه وكيبدا خص يبدا العمل لان هذه الولايه بهذه التشكيله الجديده برئاسه السي جمال بربيعه اليوم خصنا نبصموا على اننا هناك تغيير وهناك عمل متواصل من اجل هذه المدينه وساكنه هذه المدينه اللي تقوا فينا وتمثيلية داخل المجلس كيف ما قلت انا هذه مسؤوليه وخصنا نكونوا قدها ونطلبوا من الله التوفيق احنا والمجموعه اللي تشكلات وكذلك جميع الاعضاء ديال المجلس والرئيس كذلك فهنا كل شيء واعي بهذه المسؤوليه هذه والحمد لله ان هناك مكتب مخضرم فيه عناصر جديده اللي التحقوا بحال الشكل ديالي وهذا وعناصر اللي عندها مسؤوليه عندها حنكه في التسيير في داخل المجلس الجماعي هذه الانتظارات كلها وهذه المشاكل اللي تكلمتي عليها وكذلك هذه الملفات الكبرى والمشاريع الكبرى فاليوم خص تعطى لها الانطلاقه واليوم نحاولوا نشرفوا عليها ونحاولوا كيف ما قلت نبصموا على عمل دؤوب ومتواصل ونديروا اللي في جهدنا باش نقدروا نتوفقوا باش نخرجوا هذه المدينه تضاهي مجموعه من المدن في المغرب. لولايه ثانيه لجمال بربيعه شنو هي الرساله ديالك اللي كتوجهها للساكنه من خلال الموقع ديالكم كحزب مشارك في المجلس الجماعي؟ كنتوسموا خير في الساكنه لان بلا ساكنه ما غنقدروا نديروا حتى شي حاجه كنتمناو اننا نديروا اليد في اليد ان شاء الله ونزيدوا بالمدينه القدام كاين واحد الشريحه اللي فيها نوع من الشباب
اللي باغي يعطيو كله عطاء. وكان واحد فئه نسائيه وكما معروف على النساء فهم تخدموا بجد وتخدموا بواحد المصداقيه، فكنتمنى ان هذا المجلس الحالي يتوسم خير في هذه المجموعه النسائيه وحتى في هذا الشباب اللي طالع، ونخدموا المدينه ان شاء الله، والله يوفقنا لما وافيه هو الخير.